توقيت غرينيتش مع خالد العبيدي على EFM أحلى راديو. تحياتي، مرحبا مرحبا، نهاركم فل، الناس كلها، اهلا وسهلا بكم في رونديفو جديد من بتوقيت غرينيتش. توا 6:10 دقائق بتوقيت تونس، 5:10 دقائق بتوقيت غرينيتش. حلقة 3/7/2023. شنهاركم فل، شنهاركم ياسمين، شنهاركم زين، شنهاركم بالرزق. مرحبا بكم حتى للسبعة متاع الصباح، باش نحكيو على الأخبار العالمية كي العادة، كيما كل يوم على EFM من 6:00 to 7:00 متاع الصباح. واليوم طبعا الحلقة بأكملها بشكون مخصصة للي صار في تركيا وسوريا، وارتدادات وصلت حتى البلدان كيما العراق، الأردن ومصر. نحكي على الزلزال اللي حتى التوى أحصد أكثر من 1600 قتيل في تركيا، وأكثر من 920 قتيل في سوريا. أنباء متضاربة عن عدد الضحايا، أنباء متضاربة على ما هو قادم في مسار الزلازل هذية. فما زلزال ثالث صار في ليلة البارح على درجة 5.4 على سلم ريختر. دونك المعلومات قاعدة تجي حينيا على تطور اللي صار في تركيا. إن شاء الله طبعا ربي يرحم الناس الكل اللي توفيت، شاء ربي يصبر أهليهم، شاء ربي يعطي القوة للبلدين هذية ولشعوبها، وإن شاء الله ربي يسترنا من أي خطر. دونك كيما قلنا حتى لسبعة متاع صباح مش نخسوه الموعد متاع اليوم للزلزال اللي صار في تركيا. باش نعطيكم حوصلة للي صار منذ أن بدأت العملية في ليلة الاثنين، ليلة البارح مع تقريبا الأربعة متاع الصباح، وثم زلزال الثاني وزلزال الثالث اللي صار قبل ساعات. عدد الضحايا، التصريحات الرسمية للمسؤولين في تركيا، شكون البلدان اللي قدمت المساعدات. طبعا نوفا فيريفي باش نثبتوا من الأخبار اللي قاعدة تخرج حتى في تونس. البارح خبر دار برشا في مواقع التواصل الاجتماعي على إمكانية تسونامي في تونس. طبعا مع هذا الرصد الجوي باش نقول لكم توا من غير سوسبانس نفي الخبر هذا، ان فما عبيد مرضى طبعا يستغلوا اي ظروف باش يجيبوا الجمات، باش يجيبوا البارتاج، باش نوضحوا الحكايه هذه في بتوقيت غرينيتش. باش نحاولوا نتصلوا بالسفاره التركيه، في السفارة التونسية بلوتو في أنقرة في تركيا، حاطين رقم على ذمة العبيد باش تسأل على حالة التوانسة اللي غاديك. حتى التوا ملي بدينا في التحضير متاع البرنامج عنا تقريبا 45 دقيقة وحنا نحاولوا نتصلوا بيهم وما فماش. علاش تحط على ذمة المواطنين أرقام إذا كان أنت ماكش مش تكون متواجد؟ توا 8:00 في تركيا انطلق التوقيت الإداري في العاصمة أنقرة، العاصمة اللي مكانتش مضروبة بالزلزال. دوك نورمال مورك في بيروك وباش تهز علينا تليفون. انتو احنا سبقوا الخير، احنا قاعدين نحاولوا نعاودوا نتصلوا بيهم باش نطمنوا على حالة التوانسة اللي غاديكا، لأنه فما تأكيدات أولية خرجت من السفارة أنه ما فما حتى أضرار من ضمن التوانسة. ومن بعد سمعنا بأسامي سنتداولها تباعا في البرنامج عن توانسة مفقودين باش نحاولوا نتصلوا بأهليهم كيف كيف. الزلزال كان عنده أثار كبيرة في تركيا وفي سوريا، في شمال سوريا زاد بالتحديد، أضرار كبيرة. طبعا البنية التحتية في شمال سوريا ديجا مهترئة، دونك جاء الزلزال كما نقولوا احنا كامل عليها، وعدد الضحايا كان كبير ياسر في حدود 950، واحنا قاعدين نحكي وتوا 6:13 دقيقة. باش نحاولوا نتصلوا بزميلنا الصحفي اللي عطانا تأكيد، بارك الله فيه، سيد علي زين، صحفي سوري في شمال سوريا، باش يعطينا تطورات الأحداث، باش يعطينا رؤيته للي صار البارح. إن شاء الله نجموا نتحصلوا عليه، خاطر بارابور سوريا فهو مشكلة متاع ريزو طبعا، بالزلزال اللي صار زاد كبرت المشكلة هذي. أونتوكا الحلقة مش تكون عادية، الحلقة مش تكون فيها تحديات كبيرة. إن شاء الله نوصلوا ولا نجموا نوصلوا المعلومة كما يلزم. مرحبا بكم، هذه بتوقيت غرينيتش حتى للسبعة متاع الصباح. ربي يلطف بينا، ربي يسترنا، ربي يصبر العائلات اللي توفوا لها شكون في الزلازل هذية، وإن شاء الله ربي يطمنا على ما هو قادم في الساعات القليلة القادمة في المنطقة الكل، لأنه الأخبار منتشرة كالنار في الهشيم في كل البلدان العربية وبما فيها تونس.
سترى الله إن مع العسر يسرى. مرحبا بكم في EFM. وقيت تونس مواصلين حتى للسبعة متاع الصباح. كما قلنا اليوم حلقة خاصة بالزلزال اللي صار في تركيا. قاعدين نحاول نتصلوا بالسفارة حتى نومه ما يهز. ما نعرفوش مشكلة تاع ريزو ولا مشكلة تاع ديسبونيبيليتي تاع عبيد. إن شاء الله ما تكونش مشكلة تاع ديسبونيبيليتي تاع عبيد، على خاطر في حالة حرجة هذا كما هكا ماكش موجود في التوقيت الإداري. ما نحبش نكون قاسي شوية على العبيد اللي تخدم على الريحة. أما كوميم مهبطين على الباج نتاع القنصليه. ها هو باش نقرا لكم ميسج اليوم الاوردر مش يكون مبدل برشا. دوك صفحه نتاع سفاره تونس في انقره. على اثر الزلزال العنيف الذي ضرب عده ولايات ومناطق جنوبي تركيا، تعلم سفاره الجمهوريه التونسيه بانقره بانها على تواصل مستمر سامحوني على تواصل مستمر مع مسؤولي هيئة إدارة الكوارث التركية، حيث لم يتم إلى حد هذه اللحظة تسجيل أي إصابات ضمن المواطنين التونسيين المقيمين بالمناطق المنكوبة. وتقدم السفارة في هذا الظرف الأليم بأحر تعازيها للشعب التركي ولكافة عائلات الضحايا، وتدعو بالشفاء العاجل لجميع المصابين. هذا ويمكن التواصل مع مصالح البحث عن طريق ارقام هواتفها. حتين ثلاثه نوامر كما قاعدين نشوفوا في الباج فيسبوك راديو EFM ولا في لاشين يوتيوب EFM TV، بلس نومرو نتاع بورتابل بلس ادريس ايميل. كلمنا الاربع نوامر حتى حد ما يهز. نعود فكر توا 25 دقيقه بتوقيت غرينيش، 26 دقيقه بتوقيت تونس، 28 دقيقه بتوقيت تركيا. دونك نورمال دخلنا في التوقيت الاداري، حتى كان ما نقولوا نورمال في حاله كيما هكا العباد تخدم أربع سفارة نورمالمون تخدم 24/24، أما ميسج نحسبوا تخدم توقيت إداري بركة. حتى في التوقيت الإداري توا لا نجمنا نتحصلوا على حتى مسؤول. إن شاء الله فما نوامر مسكرة كريمون، علاش تهبط فيه؟ شعلينا فيه، مش مشكل. هنا احنا باش نواصلوا نحاولوا الاتصال بالقنصلية بالسفارة باش ناخذوا أكثر أخبار على التوينسا اللي في تركيا. بعد شوية حاولوا نتصلوا بالزميل زين علي صحفي من سوريا، حتى التليفون تاع سوريا على الأقل هو إلى كونفيرمي أنه يحضر. المخرجة تقول لي ما هاش ما عندوش ريزو، أما على الأقل هو إلى كونفيرمي حضوره. أما من البارح قال راهو نجم يكون في مشكلة تاع ريزو في سوريا. ان توكا هانا قاعدين انا بروفيز واحده واحده باش نعطيكم بدايه فكره على اللي صار البارح في الساعات الاخيره بالكامل في تركيا. باهي نحكيو على الاخبار الاهم طبعا في الساعات الاخيره. زلزال او زلازل تركيا اللي تثبت في عدد قتلى حتى التوا في حدود 1615 في تركيا و 920 في سوريا، بالإضافة طبعا لألاف الإصابات ألاف الجرحى. اللي صار هو أنه مركز الزلزال الأول كان في مدينة بزاجيق في ولاية كهرمان مراشي في جنوب شرق تركيا. زلزال أول بقوة 7.7 درجات، والبعض يوصل يقول حتى 7.9 على سلم ريختر. باش نفهموا الحكاية، على سلم ريختر كيف يبدأ الزلزال سبعة ما بين 7 و8 درجات، نحكيه على زلزال كبير. ثاني الزلازل خطورة، 8 فما فوق نحكيه على زلزال عظيم مدمر. اللي صار في تركيا دونك كيف نقوله 7.9، احنا تقريبا نحكيه على اعلى درجات خطورة. الاخبار الاولاني اللي جاي من الصحف وهيئات رصد الزلازل يقول انه كان على عمق 10 كيلومترات في باطن الأرض بين ماريست إدارة الكوارث والطوارئ التركية، حكيت على 7 كيلومتر. ما يقلقش الديفيرينس ما بين 7 كيلومتر في العمق أو 10 كيلومتر في العمق، ما تقلقش بما أنه الأضرار طبعا شفناها على عينينا وكانت كبيرة وكبيرة ياسر. وجهة الزلزال كانت جنوبا بالأساس ووصلت على امتداد 155 كيلومتر، وبلغت طبعا مناطق تركية أخرى كما غازي عنتاب، ووصلت إلى المنطقة الشمالية في سوريا حتى منطقة حلب. اللي ساهم في ارتفاع عدد الضحايا في الشمال السوري هو أن المنطقة الشمالية أساسا مهتكة بالحروبات. نقول واحنا من جهة من طرف الحكومة التركية بيدها
ومن جهة من طرف الحكومة السورية، وسبب هو تواجد الأكراد والمعارضة السورية اللي قاعدين يتعرضوا لعمليات قصف عديدة في الأسابيع كمش في السنوات الأخيرة. البنية التحتية دونك بطبيعتها متضرة في الشمال السوري، وكيف جاء زلزال الأضرار كانت مرتفعة. قلنا أنه الزلزال صار في جنوب شرق تركيا، وقطر امتداده وصل جنوبا ل 155 كيلومتر بدرجة خطيرة. أما دائرة الزلزال الشعوري وارتداداته وصلت الدائرة بلا قطرها 900 كيلومتر كاملين. في الديجيتال لو تسمحوا هبطونا التصويرة متاع الخريطة باش نفهموا وين وصل الامدادات والارتدادات متاع الزلزال. انتيجة الزلزال حسوا به في العراق، في الأردن، في لبنان، فلسطين، وحتى في مناطق في مصر، في الإسكندرية فما عمارات اهتزت شوي. نرجع لتركيا، وين بعد ساعات قليلة من الزلزال المدمر لولاني اللي كان تقريبا ما ثلاثة متاع الصباح ليلة الاثنين 6 فيفري، تم تسجيل زلزال ثاني بقوة 7.6 درجة على درجات على سلم ريختر، باش توصل كما قلنا من الأول الحصيلة متاع الضحايا لأكثر من 1500 ثم 1612، واليوم صباح توا نحكيه على تقريبا 1700 تركي قتيل، وأكثر من 920 ضحية في سوريا، والرقم مرشح طبعا للارتفاع بما أنه عملية الإنقاذ ما زالت متواصلة، وهو باش نرجع نحكيه عليها شوية آخر. قبل خلينا نحكيه على الخسائر المادية، أكثر من 2800 بنية انهارت في محافظة مراشي وحدها المركز متاع الزلزال. 2800 بنية، منهم البنيات الشاهقة، البنيات الكبيرة، العمارات الطويلة، ما يعني أنه نجم نوصل لرقم في حدود 5000 مبنى في الجمال في المنطقة الجنوبية التركية. ومع ذلك فأنه وهنا نركزوا مليح، مع ذلك فأنه تجنبنا الأكثر خطورة بما أنه منطقة جنوب شرق تركيا ما فيهاش كثافة سكانية كبيرة كما المنطقة الشرقية. عام 1999 برشا منكم يتفكروا مستمعين، الزلزال اللي ضرب منطقة أزمير والضحايا كانوا في حدود 17000. علاش؟ على خاطر المنطقة كانت فيها كثافة سكانية مرتفعة. رجب طيب أردوغان الرئيس التركي خرج وتكلم طبعا وترحم على الضحايا، ولأول مرة تقريبا طلب المساعدة من الدول الصديقة. في العادة يقول أنه بلاده عندها من الإمكانيات ومن الزاد البشري ما يمكنها من مواجهة أي كوارث. المرة هذية ونظرا لقوة الحدث أردوغان تكلم قال لقد استنزفنا كل قواتنا ونطلب الدعم من الدول الصديقة، وسبب عدم القدرة على تنفيذ عملية إنقاذ بالكم الهائل المفروض يصير، نظرا لأنه الرقعة الجغرافية متاع الأضرار واسعة ياسر، المنطقة الجنوبية الشرقية الكل تقريبا تمست. مع ذلك قال للشعب التركي يد واحدة سيتجاوز الأزمة، وفعلا أكثر من 40 بلاد بخلاف بلدان الناتو وبلدان الاتحاد الأوروبي شكلت جسور جوية، منها تونس، وبدأت تبعث في الطب وفي الإعانات وفي المساعدات التقنية. الحصيلة للأسف ما زالت ما وقفتش، العداد ما زال يدور متاع الضحايا، وفي الوقت الراهن فما خوف في تركيا من زلزال آخر بعد حتى الزلزال اللي صار قبل سويعات، زلزال صغير صغير ريلاتيفمون مقارنة بالزلزال الأولى، زلزال ثالث على درجة 5.4 على سلم ريختر. ما زال كمام الخوف في تركيا من زلزال آخر، وفما خوف في كل بلدان المنطقة من نفس المصير، وفما خوف حتى في مصر من أخبار تتحدث عن إمكانية وقوع لا قدر الله تسونامي. دونك ربي قدر الخير، ربي يسترنا من كل مضرة، لا يرحم كل الضحايا، وربي يعطي القوة والصبر الكل عائلاتهم. هذا كان ملخص للأحداث تاع الزلزال في منذ ساعاته الأولى. حتى التوا قاعدين نحاولوا نتصلوا بالسفارة التونسية في تركيا وما نجمناش، قاعدين نحاولوا نتصلوا بالصحف في سوريا وما نجمناش، قاعدين نقول لكم في اللي صاير في المباشر. ما زلنا نحكيه على الزلزال مع
فرح باش نرجعوا على الأخبار اللي دارت على مواقع التواصل الاجتماعي من الأخبار اللي نتصور شفتوه برشا متاع العالم الهولندي اللي توقع وتنبأ بحدوث الزلزال هذية. ونرجع زادة على الأخبار اللي تخص تونس بما أنه ما بين البلدان اللي قيل في مواقع التواصل الاجتماعي البارح أنها مهدأ بحدوث كارثة طبيعية هي تونس. الأخبار صحيح وألا غلط. صباح النور فرح. جنايدن خالد. صباح النور شنو حوالك؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. باهي. أوكي بالتركي راهو. ربي يرحم اللي توفوا الكل في تركيا في سوريا. زلزال كما قلنا ضرب في العراق في برشا وصل بلوتو وصلت ارتداداته في العراق في برشا بلدان أخرى. باهي. نبداو بالأخبار نتاع تسونامي نتاع تونس. شنو اللي صار؟ نبدأ بالأخبار متاع تسونامي متاع تونس وين بعد الأخبار الزلزال أكيد جدا بش يبدأوا لفيك نيوز على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة أخبار تسونامي اللي نجم يضرب السواحل التونسية جراء الزلزال. دونك بعد انتشار الأخبار هذه المعهد الوطني للرصد الجوي يهبط بلاغ ينفي فيه الأخبار هذا ويأكد اللي محطات رصد الزلازل ما سجلت حتى حدث زلزالي في تونس في الساعات الأخيرة وما فماش حتى موجات للمد البحري اللي تشكل تسونامي جراء الزلازل اللي ضربت تركيا. باه دوك الاخبار نعاودوا نقراو البيان ميسيلش بتاع معهد الرصد الجوي ولا معهد الرصد الجوي صحيح معهد الرصد الجوي عاود اقرا البيان بالكامل باش نعاودوا ناكدوا اللي حسب البلاغ طبعا فما حتى اختار إن شاء الله يا ربي في الساعات القليلة القادمة. دونك البلاغ يقول لم تسجل محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي أي حدث زلزالي بالبلاد التونسية هذا اليوم خلافا لما وقع تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي كما يفيد المعهد أنه لا وجود لموجات للمد البحري تسونامي على كامل السواحل التونسية نتيجة لسلسلة الزلازل التي هزت وسط تركيا وشمال وغرب سوريا. ولا هذا هو معناه كيما قلنا في كل حدث كيما هكا فما عباد تخرج اخبار زائفه اخبار قليل تحيه شويه سامحوني في الكلمه على الصباح جوست باش تدبر الجمات وباش تدبر لي بارتاج وبور فير العباد لي زانتريسون alors que فما اخبار جديره اكثر بانه نحكيوا فيها بما انه عدد الضحايا كيما قلنا مرتفع بما انه المعلومات الاخيره تحكي بدينا نقراو وهنا لو بون كوتي نتاع مواقع التواصل الاجتماعي مش كله خايب زيد على اسامي نتاع التوانسه جوستمون حتى التوا مفقودين وحتى التوا عائلتهم يطلبوا اي معلومات عليهم من طرف المواطنين التوانسه اللي في تركيا ومن طرف السفاره التونسيه اللي في تركيا ومن اي طرف يمكن فما ابليكاسيون يمكن راكم شفتوها دارت برشا على الانستغرام وعلى فيسبوك نتاع جيهان الغرياني عندك بيبليكاسيون باه جيهان الغرياني تقطن في انتاكيا هاتاي وين صار الزلزال في تركيا عائلتها من البارح ما يتحصلوش عليها كان النجم العادي والتصوير سليم وما فماش ريزو يعيشكم اللي يسكن غادي نجم يفيدنا باي معلومه ولا نجم يتحصل عليها نمروها هو 0090 هو الكود نتاع تركيا ثم 53 95 77 86 39 هاو باش يخرج الرقم على الباج فيسبوك راديو اي اف ام وعلى الشين يوتيوب اي اف ام تي في هاو كبعثوا لك سليم ميساج اون ان كونديسيون دو ديريكت حاولوا ناخذوا الاخبار كما قاعده توصل لنا دونك نعاود نقرا الانونس تاع عائله جيهان غرياني تقطن في انتاكيا هاتاي وين صار الزلزال في تركيا عائلتها من البارح ما يتحصلوش عليها وما فماش ريزو يعيشكم اللي يسكن غادي كي ينجم يفيدنا باي معلومه ولا ينجم يتحصل عليها نمرها هو 0090 53 95 77 86 39 ما يبخلش على عائلتها إن شاء الله بأي معلومة وإلا كان فما شكون يسكن قريب من عنوان مش تلقاوها مكتوب جوستمون على الباج فيسبوك راديو إي إف إم وعلى الشين يوتيوب إي إف إم تي في العنوان موجود دونك يمشي يتفقدها اللي يعرف حد من تركيا كذا إن شاء الله الجهود تتضافر في الموضوع هذية وإن شاء الله نسمعوا أخبار باهية على جيهان في أقرب وقت
ممكن. فما معلومات على توانسة أخرين قاعدة أجينا، توانسة مفقودين. راه كي نقولوا مفقودين مش لقدر، راه احنا سبقوا الخير ونقولوا إن شاء الله يطلع، إن شاء الله يكون هو لابس. أما اللي صاير طبعا بنية تحتية تدمرت في برشا مناطق بالكامل، دونك كيفاش نقولوا البوتويت تاع ريزو تاعو تو سامبلومون، فمش ريزو في برشا مناطق في تركيا، دونك يصعب الاتصال بالانترنت بالتليفون باي وسيله. دونك برشا اسامي قاعده تجي توا على توانسة ما تحصلوش على اخبارهم في الساعات القليله اللي تعديت. نقول واحنا ان شاء الله لباس، ان شاء الله يمكنوهم من وسيله اتصال في اسرع وقت ممكن، وان شاء الله نسمع عليهم الاخبار الباهيه. احنا قاعدين مازلنا نحاولوا نتصلوا بهاي ممثل للسفاره التونسيه في تركيا. اونتر تو نحكيوا على الدراسه ولا بلوتو الاخبار اللي احكي على التنبؤ بحدوث الزلزال في تركيا من عالم هولندي قبل 3 أيام. صحيح، دونك وكأنه يوم القيامة، هكا وصفوا الناجين ليلتهم بعد الليلة المرعبة اللي عاشوها جراء الزلزال. تركيا سوريا زلزال هزة أرضية، أكثر من 3 هاشتاج موجودين توا على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر بقرابة 5000 هاشتاج في أقل من 24 ساعة. زلزال تركيا توصف بأنه أكبر كارثة شهدتها البلاد من عام 1939. زلزال مميت في جنوب شرق تركيا قرب الحدود السورية ب 7.8 درجة على سلم ريختر وبعمق 10 كيلومتر. دونك فما برشا جرحى وبرشا موت، إن شاء الله ربي يرحمهم، كل كسوا في تركيا وفي سوريا، وما زالوا برشا عباد تحت الإنقاذ. جوست سوايع بعد الزلزال خرج خبر ودار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي فما باحث هولندي توقع أنه حدوث الزلزال باش يكون قبل ب3 أيام، نهار 3 فيفري، هذا اللي نشره في تويت ليه على تويتر. التويت اللي تشافت أكثر من 12 مليون مرة تبدأ بعاجلا أم آجلا سيحدث زلزال في هذه المناطق، تركيا سوريا عمان ولبنان. الباحث في الشؤون الزلازل فرانك أوجي باتس توقع زادة في نفس التويت قوة الزلزال والدرجة امتاعه بالضبط كيما صار، وقال اللي الزلازل هذم يصيروا بعد هندسة كوكبية حرجة، وهذاك ديجا شنو صار بين 4 و 5 فيفري. التويت عملت بوليميك كبيرة على الريزو سوسيو، وكيف السلطات ما تحركتش واخذت بعين الاعتبار الخبر سيختو اللي جي من عند باحث معروف مش نمبورت كي. شوف هم مش مقضيوش بعين الاعتبار، اما يبدو انه السيد هذا عطى برشة تنبؤات طلعت غالطة زادة وممتعون، دونك مي للامانه مش نبداو نحكيو بوضوح. انا اتصلت برشا اصدقاء البارح في تركيا في مناطق ما تمستش بالزلزال، يقول لك راهو عندهم سي با فري انهم ما حضروناش. اي مش نبداو واضحين، مش صحيح انه ما حضروناش وما حضروناش بالذات حسيرو للي صار. يقول لك عندهم اشهر يقولون راهو ينجم يصير زلزال كونكريتمون هكا، ويبعثوا لهم ميساجات يقول لهم حضروا رواحكم. داير انا اصحابي اللي نعرفهم في تركيا اللي هذا محضر ساك فيه كل شيء ثمين، معناها كل اللي باش تفزع كل اللي باش تهرب وقت اللي يجي يحصل الزلزال وباش تهرب باش تهز الساك هذاك، حط فيه ذهب، حط فيه حاجات قيمه اكسيتيرا، حط فيه اللي نجم يهرب بيه، معناها تو سامبلومون في حال لا قدر الله حدوث كارثة كلهم عندهم سيكان حاضرين بحذا الباب في هاي لحظة حاضرين رويحهم باش يهربوا. وصارت حتى عمليات متاع مش عمليات بيضاء، اما بمعنى يقعدوا يقول لك ويبعثونا مساج يقول لك رد بالك راهو يصير هكا، حاضروا فيهم باش يبداو حاضرين، وبعد كلهم راهو كان كي التمرين او حاجة هكاك. تو فما حالة متاع تأهب تام لجميع مواطنين في تركيا، ونرجع ونقول هذه حاجة ربي الحكومة حذرت العباد من أنه تنجم تصير كارثة في أي وقت ممكن. اللي صار أقوى من اللي كان متوقع، هذيك هو العدد متاع الضحايا مرتفع، ما كيما كنت نحكي لألطف الله تجنبنا رقم مرتفع أكثر برشا، ما نجموش نحمله هنا مسؤولية سياسية ولا الجو هذاك الكل. طبعا التويت نتاع العالم الهولندي انتشر على خاطر خبر انتريسون، على خاطر خبر يجيب الجماعات على انستغرام وعلى فيسبوك وعلى تويتر وغيره، أما العالم الهولندي هذا
نرجع نقول رجعت ثبت هنا عنده برشا توقعات نتاع كيما واحد داخل الكوب دي موند كل مره يكتب ستاتيو نتاع ليكيب هذيا باش تهز في الاخر واحده منهم مش تجي صحيحه. معناه هو يرتكز فعلا على معلومات ومعطيات صحيحه وداير يقول لك فما زلازل تنجم تنبأ بهم فما مؤشرات ماهيش فورسيمون علميه لحدوث الزلازل بل انه لازمك تتبع حركه الحيوانات في الغابات وفي الجبال سبحان ربي. معناها كي ترى مثلا اللطف حاشيكم حنوشه خرجوا من الجحور نتاعهم في الجبال كي ترى الحصان تتحرك بطريقه غريبه كي ترى معناها مشاهد من نوع هذايا فالحيوانات تحس بالزلزال قبل البشر فيقول لك كي ترى حركه غريبه للحيوانات في الغابات فانه باش يصير زلزال في المنطقه هذيك وهذا اللي صار وهذا اللي اتوقعوه. اما طبعا ما توقعوش انه يكون الزلزال بالعنف اللي صار. مازال عندنا اخبار شوفوا البعض من المشاهير من السياسيين ومن الوجوه الفنيه شنو قالوا على الحدث. اما نرجع ونقول لانه حتى التو ما نجمناش نتصلوا باي شخص من السفاره والممثلين الدبلوماسيين التونس في تركيا. بورتون فما كما قلنا كنا نحكيه على الببليكاسيون اللي هبطت في الباج متاع سفارة تونس في أنقرة واللي فيها أربعة نوامر متاع تليفون حتى واحد فيهم ما يهز وفيهم اللي مفصول أساسا. ونرجع والباج متاع السفارة القنصلية بلوتو العامة للجمهورية التونسية في إسطنبول على اثر الزلزال الذي ضرب فجر اليوم 6 فبراير 2023 ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا تهيب القنصلية العامة للجمهورية التونسية باسطنبول مواطنين التونسيين المقيمين بمحافظة كهرمان مرعش والمناطق المجاورة توخي الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الصادرة عن السلطات التركية المختصة. وتؤكد القنصلية العامة باسطنبول أنه لم يتم إلى حد الآن والحمد لله تسجيل أي حالة إصابة أو وفاة في صفوف المواطنين التونسيين جراء الزلزال. وتدعو القنصلية العامة أفراد الجالية التونسية المقيمين بالمناطق المجاورة التواصل مع مصالح القنصلية العامة على الأرقام التالية للإبلاغ عن حالات الغياب أو الفقدان. السيد حمادي الويتي القنصل العام المساعد نمروه قدامكم ما يهزش تليفون وكوريفوا. والسيد مادي علوان الملحق الاجتماعي نمروه قدامهم ما يهزش كيف التليفون. انا مانيش قاعدين نلوموا عليكم هما كمام في حاله نتاع هكا لازمكم تهزوا التليفون على خاطر وقتاش باش تهزوا التليفون وقتاش نستحقوكم تو سامبلومون. باهي نكملوا مع الاخبار نعملوا فاصله صغير ترتيحه صغيره وبعد نشوفوا المشاهير شنو قالوا وبعد نحكيوا على الزلازل مع رجاء الجمني. لا قدر الله كان تصير حاجه في تونس شنو نجموا نعملوا باش نحضروا احنا وباش نحميوا احنا. فاصله صغير سيد المخرجه ونرجع نكملوا في موضوعنا. كم من جديد في حلقة خاصة من بتوقيت غرينيتش حكينا فيها على الزلزال اللي صار في تركيا. عدد الضحايا حتى التو في حدود 1650 في تركيا وحدود 920 في سوريا حتى التو. احنا من اللي بدأ البرنامج نحاولوا نتصلوا بأي ممثل دبلوماسي في تونس في تركيا ما تحصلنا على حتى حد وطلبناهم على الأرقام اللي حطوهم هما على ذمة المواطنين مش يطمنوا على أولادهم. معناها إن نحط روحي في بلاست مواطن نلقى ببليكاسيون فيها نوامر بتاع ممثلين دبلوماسيين رسميين قالوا لي كلموني إذا كنت حابوا تطمنوا على صغاركم نكلمهم ما نتحصلش عليهم. أنا مناشط البرنامج فليذهب إلى الجحيم وأنا فليذهب إلى الجحيم. أما مواطن تونسي عنده شكون من عائلته ولاده ولده بنته في تركيا يتصل بالمسؤولين ما يتحصلش عليهم سامحوني بتنرفز شوي وعادي اما نحط روحي في بلاستو بيان سور نزيد نتوتر. علاش تحط في النوامر اذا كان هما غايه في ما خارجين على الخدمه ولا اذا كان انت ما تهزش عليهم تليفون تو 9 غير بوع في تركيا بديت تخدم نورمالمون عندك ساعه غير بوع على الاقل نورمالمون في حال طوارئ كيما هكا ما تقصوش على الخدمه. وكان النوامر بتاع التليفون ما يقصوش على الخدمه. فما
حاجه باهي زاد على لي ريزو سوسيو مال هذيا على انستغرام. اييه فما كونت انستغرام معروف برشا يتحرك كل ما يبدا فما كارثه بيئيه ولا حروب باش يعاون اللاجئين في المناطق المنكوبه. ملهم تيم كونت هو الهدف نتاعو يلم مساعدات من العالم الكل لضحايا الزلزال، المره هذه تحت عنوان استجابه زلزال، باش يامنوا حاجيات العباد اللي تضرت من الحادث. الكونت يامن كل المعطيات ويحط على ذمتكم لي ديتاي اللازمين الكل باش تنجموا تتبع. المبلغ المطلوب هو 1,000,000 دولار من الأول، بعد وصلت 1,500,000 دولار من عند 62,000 متبرع، وما زالت تزيد هذا الكل في أقل من 24 ساعة، والحملة ديما تتواصل على شهر كامل. دونك اللي يحب يتبرع يدخل الكونت ملهم تيم ويلقى اليان، بويسك احنا في تونس ما نجموش نتبرعوا خاطر ما عندناش كارت انترناسيونال، نجمو نعاونوا بارتاج. هو كي تدخل الكونت تلقى يا بارتاجي يا فير ان دون، دونك احنا نعاونوا حتى بارتاج كان ما نجموش نتبرعوا للعباد اللي يتضروا من الزلزال. قداش وصلوا التبرعات حتى لتوا؟ التبرعات وصلوا اكثر من 1,500,000 دولار، وتوا قريب يوصلوا باش يوصلوا لجوز 2,000,000 دولار. هو الهدف من الاول كان 2,000,000 دولار اكهاو. باه هاي الحمد لله وصلنا، تحصلنا على شكون في السفاره التونسيه في تركيا. سي شاكر عمار صباح النور. صباح النور مرحبا. صباح الفل والياسمين. سي شاكر طبعا احنا قاعدين نتابعوا كيما التوينس الكل وكيما العالم الكل في اللي صاير في تركيا، ونحبوا اولا نترحموا مره اخرى على كل من توفى في الكارثه هذيا، ونحبوا نطمنوا على التوينس الموجودين غاديك. مرحبا صباح الخير الناس الكل، مره اخرى حتى نقدموا تعازينا لكافه عائله الضحايا، وان شاء الله بالرحمه وان شاء الله للشفاء العاجل لبقيه المصابين. كما تعرفوا معناتها الكارثه كانت كبيره، واحنا كساره من البدايه معناتها كنا في تنسيق مباشر مستمر مع السلطات التركيه، والحمد لله لحد الان معناتها حسب الارقام الرسميه اللي قدمتنا بها وزاره الصحه واداره هيئه اداره الكوارث في العاصمه انقره، لا يوجد هناك معناتها مواطنين تونسيين ضمن الضحايا. اليوم ان شاء الله مش يكون زاد تنسيق، وان شاء الله ما يقاطعش اي فقدان او ضحايا تونسيين، لكن ان شاء الله يقع مع التنسيق، وإن شاء الله إذا كان ثم أي حاجة إن شاء الله يقع أعلن عليها سواء عن طريق مع القنوات الرسمية أو عن طريق بيانات من السفارة، وإن شاء الله أتمنى كل الخير إن شاء الله. سي شاكر ديجا القنوات الرسمية شنية؟ خاطر اكتشفنا البارح أنه فيه برشا صفحات للسفارة وسفارة وقنصلية وباسم أنقرة باسم إسطنبول، فسر للعباد شنية السورس الأولانية اللي يدخلوا لها باش يثبتوا من المعلومات؟ المعلومات حصرية موجودة يا أما عن طريق السفارة أو القنصلية العامة بإسطنبول أو وزارة الشؤون الخارجية، إذا كانت أما أي معطيات جديدة يقع معها تحيينها ويقع معها الإبلاغ عليها، وإحنا وضعنا أرقامنا عن المعطيات العموم في بيان أصدرته الوزارة، وإن شاء الله نتابعوا الوضع أول بأول، إذا كان في أي معطى جديد يهم التونسيين إن شاء الله يقع الإعلان عليه إن شاء الله. باقي ما جاوبنيش على سؤالي سي شاكر، ما فهمتنيش، على خاطر كما قلت لك تعرف لانتوكس وتعرف العباد تستغل اي حاجه باش تعمل اختراقات على مواقع التواصل الاجتماعي. الصفحه الاولانيه السورس اللي نمشيو لها على فيسبوك شنية؟ على خاطر فيما برشا صفحات وبرشا ارقام وبرشا صفحات وهميه طلعت على سفارات بتاع تركيا، سفارات التونسيه في تركيا وغيره. مثلا انا عندي هنا كونسولا جنرال دولا ريبوبليك تونيزيان في اسطنبول، وعندي صفحة أخرى متاع امباساد دولا ريبوبليك تونيزيان في أنقرة بالانجلي طبعا. زوز صحاح زوز غلطين؟ كيفاش زوز صحاح زوز المعطل الأصلية أكيد للبعثتين للمسيتين، وإذا كان إذا كان فما أي معطل جديد يقع إن شاء الله معطل على البيت، وحاليا الحمد لله نرجع للبداية. أما قلت لك أنه حسب الارقام حاليا ما تواصلنا منذ الصباح اليوم ما زالت ما في اي معطيات حول اي مقاوة اي خسائر في الصفوف الجايه التونسيه، والحمد لله. واضح، بارك الله فيك سي شاكر، قلوبنا معاكم. ما نعرفش توا اذا كنت نجم تنحي الكاسكيت نتاع دبلوماسي و
تلبس الكاسكيت تاع المواطن او الانسان حتى لانه كارثه انسانيه. التصويره التصويره بالقتامه اكثر من معناها فما اخبار تحكي على ارقام كارثيه اكثر من الارقام المعلنه، ويقول لك التصويره اكثر قتامه من ما تشاهدونه في التلفاز. كيفاش الصوره اليوم في تركيا؟ اكيد هي معناتها كارثه غير مسبوقه، هي معناتها منذ زلزال في 1999 معناتها هذا ثاني اكثر زلزال يتعرضوا للبلاد، والكارثه حجمها كبير برشا. وتشوف حتى انت معناتها التفاعلات الدوليه تكشف معناتها على المستوى المادي الانساني او معناتها الحاكم المعنوي، معناتها في معناتها استجابه كبيره من جميع دول العالم. وكما قلت سيادتك معناتها هي معناتها كارثه بأتم الكلمه، وخاصه انا سألت معناتها ظروف مناخيه صعبه جدا مع تزامنها مع تساقط كثيف الثلوج بالمناطق المنكوبه وبتركيا كيف معناتها عامه. دونك في النهايه ندعو معناتها بالشفاء العاجل لجميع المتابعين والرحمه للمتوفين. واهم شيء بالنسبه لتونسيا ان شاء الله، ان شاء الله معناتها معناتها ما نسجلوا اي خسائر في فيهم، وهم معناتها في النهايه معناتها كما قلنا احنا معناتها احنا موجودين هنا، هذيك الهدف الاول والرئيسي انه معناتها نتابعوا شباب التونسيين ونكونوا ديما معناتها في هم يكونوا في صدارة معناتها احتمالات ان شاء الله. وان شاء الله كما قلنا اذا كان ثم اي معلومه جديده ان شاء الله في الابان يقعنا عشان ان شاء الله. واضح، بارك الله فيك. سي شي بربي سامحني مسالش في المباشر، سي شاكر اللقب ذا علي عمار، سي شاكر عمار ممثل السفاره التونسيه في تركيا. مرحبا نهاركم طيب. شكرا. الله يخليك بارك الله فيك سي شاكر. دونك خذينا ما عنده التوضيحات حتى لتو، مازال ما فماش ان شاء الله يقعد ما فماش ضحايا من التونسيين، كواكو احنا كيفكم قاعدين نشوفوا على الريزو سوسيو في اخبار ودي بوبليكاسيون نتاع تونس مفقودين حتى التو. طبعا سي شاكر يقول لك فماش تسجيل وفيات، وان شاء الله يكون فماش حتى وفيات. الفقدان حاجه مش من با الفقدان، نحكيوا على عدم امكانيه اتصال كيما جهان ان شاء الله نسمعوا عليها اخبار باهيه في اقرب وقت ممكن، كيما اسامي اخرين الليستا ماهيش كبيره. انا اللي عندي زوز اسامي نتاع بنات كاهو، قاعد تجيني اسامي اخرين طبعا ما عنديش الوقت ثابت منهم. دونك من غير ما ندخلوا في حاله هلع حتى التو ما فماش اخبار عليهم، وان شاء الله تجينا اخبار عليهم في اقرب وقت ممكن. قاعدين نحاولوا نتصلوا بخو جيان، احنا مش نشوفوا كان القاو كان وصلتهم معلومات، ان شاء الله يكون هذا هو الحال على جيان، ما نجمناش نتحصلوا عليه. صباح الخير رجاء. صباح الخير خالص، شنو حوالك؟ ان شاء الله لاباس الحمد لله. ان شاء الله لاباس. عاود فكرنا فرح بالباج انستغرام ملهم كونت، ملهم تيم كونت اللي هو هذا كونت يعمل يجمع لي دون كل ما تصير كارثه بيئيه ولا حروب. باهي رجاء سمعنا على اخبار نتاع تسونامي نجم يصير في تونس، طبعا معهد الرصد الجوي اكد انه ما فماش منه الشيء هذا، اما لا قدر الله صارت حاجه في تونس، شنو لازم يعمل الانسان كي تصير النوع هذية من الكوارث الطبيعية؟ ونجم قوس عليك في أي وقت رهوة خاطر قاعدين نحاول نتصلوا باشكون مسيرش. أنا ديجا حضرت على أخطر 5 زلازل في العالم، أما دعونا نحكي عليهم غدا بسرعة. باش تحمي روحك فما قاعدة ذهبية، يعني هو ديجا العبيد في الكونستركسيون بتاع الدار مثلا في اليابان وكل يحذروا الزلازل، احنا هوني يظهر لي حتى طرف فيضانات ما حضرناش احنا. دونك اول حاجه تعملها اذا انت في الدار ما تحاولش تخرج من الدار، دونك تاخذ تاع اي ريت. علاش حبيت نحكي عليه؟ خاطر فما حاجات احنا دي ريفليكس عندنا اللي تطلع معناها فينالمون غالطين. انا كنا تطلع شويه الدار اول حاجه خام فيها اني نخرج، يقول لك لا ما تخرج. اي سورتو اذا انت اليتاج معناها باش تاخذ دروج وكل ما تخرجش من الدار تختار حاجه سوليد اللي هي احسن حاجه طاوله وتحتمي، معناها القاعده ذهبيه اجنو تحت حاجه وتحتمي بها وما تتحركش، تقعد تحتها وما تتحركش حتى تتعدى الهزه الارضيه، معناها اطول هزه ارضيه في العالم صارت مده 10 دقائق. دونك اذا انت هذا في الدار دونك تحتمي بحاجه وتخبى تحتها. اذا انت مثلا في المبنى بتاع البنايه وهابط اذا في اسانسور اخرج منه، خذ الدروج، عمرك ما تاخذ الاسانسور. اذا انت في الاسانسور ديجا وتسكر بيك خاطر في اي هزه ارضيه تقص اوتوماتيكمون الضوء، تتمد على ظهرك في القاعه
تتمدى على ذلك وتغطي راسك ورقبتك. اهم حاجه انك تغطي راسك ورقبتك. اي اذا انت مازم تخرج في الاسانسور تهب في الدروج ولا تهبط في الاسانسور جامي تاخذ الاسانسور مهما كانت الكارثه معناها حتى قصان دوكا هو مش زلزال. انت في الشارع تبعد على اي مبنى عالي. اذا في الشارع وحدك على ساقيك تبعد على اي حاجه نتاع مبنى وتحاول كيف كيف تحتمي ديما القاعده انك تحمي راسك ورقبتك خاطر رقبتك تنجم تتحرك وراسك تنجم تجي عليه حاجه. لا قدر الله. اذا انت في الكهرباء اذا نجمت تقف وتهبط من الكهرباء اقف واهبط من الكهرباء. اذا الكهرباء تتحرك وفي بلاصه فيها برشا كراهب ومن خطر انك تقف دونك تنقص الفيتيس لو ماكسيموم كيف كيف تبعد على المباني وتحاول تنقص بالكهرباء وتحتمي حتى تقفل الكهرباء في بلاصه معينه. هذه غريبه راهي والله انا معناها يقول لك ما تخرجش من الكهرباء. اي ما تخرجش من الكهرباء ذوكم هما النصائح هذوما هذوما راه ما جبناهمش ما جبناهمش من راسها رجيمة. هذه يقول لك النصائح في حاله وقوع زلزال اما ما الريفلكس لين يقول لك نبدا في الكهرباء ما عنديش اون فيزيبيليتي على اللي صاير. تنجم لا قدر الله تيح عليا شجره تيح عليا بنيه ما نراش مانيش قادر نراها فوقي شنو صاير. اما شد الكهرباء وامشي في الخلاء يقول القائل يعني اقعد في الكهرباء وامشي في بلاصه بعيده على البنيه. هذه القاعده الاستعجاليه يقولوا الاستعجاليه اهم القواعد معناها الحمايه من الزلزال. من بعد راهو قدر الله وما شاء فعل ساعه القضاء لها غفله قد ما نقولوا باش نخافوا كل بعد كل زلزال برشا زلازل صاروا بعدهم تسوناميات كيما في ألاسكا وكيما في اليابان وكل انا اول مره نحسه اوسي قريب بورتون عشت الزلزال بتاع مستير ما عرفتش كنت تفكروا عشته انا فايقه نهارتها فايقه داير نحكي انا صاحبتي في التليفون قالت لي الراديتور تحرك شويه قلت له والله نعرف عليك انا كيف تراف الراديتور تحرك من بعد فقت عندي شباك تشق في الدار حسيناها الراجل هذيك بورتون خفيفه برشا اول مره نحسه اوسي بروش دو نو القاعدة متاع سنغيف كو زوتخ ما هيش منطبقة هوني سابو أغيفي أنا مبورتكي ربي يلطف بينا ناس كل عندي أنا اون كوزين في تركيا دونك نفهم العبيد اللي عندهم عائلتهم البرة سلم عليها ديجا أمنا برشا وربي يلطف بالناس ربي يلطف بالناس الكل. ميرسي بوكو رجاي ميرسي بوكو فرح ميرسي بوكو ليكم تو ميرسي بوكو لشي سي شاكر عمار اللي داخل معنا من السفارة التونسية في تركيا. حتى التو ما فما حتى اخبار على اي اصابات او اي ضحايا توانسة في الزلزال التركي. احنا حبينا الحقيقة ناخذوا اكثر معلومات من سوريا زادة زميلنا الصحفي علي زين كان من المفروض انه يدخل معنا اما حذرنا هوم البارح انه فما مشكله كبيره نتاع ريزو في سوريا. في سوريا هذه الخسائر كانت كبيره نحكيوا على تقريبا 950 ضحيه هما ديجا في شمال سوريا عايشين تحت القصف عندهم اشهر وسنوات دونك زي الزلزال وزيد كمل عليهم ربي يرحم الضحايا الكل مرة أخرى نترحموا على كل ضحايا الزلزال هذايا. ما تصدقوش كل الأخبار اللي قاعدة دور على مواقع التواصل الاجتماعي على إمكانية حدوث زلزال أو تسونامي في تونس مع هذا الرز الجوي مرة أخرى نقولوا أنه كذب الأخبار الزائفة هذايا وربي يستر فينا الماء وربي يستر الناس الكل وربي يجيبها على سواب وربي ما كتب لنا كان الخير. مرة أخرى نختم بالترحم على كل ضحايا. مرسي بوكو سليم في الاي اف ام تي في مرسي بوكو رجاء فرح باجا في الإخراج مرسي بوكو بوغانجا اللي عاونتنا في الإعداد نتاع البرنامج وحسام وكامل فريق اي اف ام. شوية آخر عندكم موعد مع برهان بسايس وباقي فريق ميسيون امبوسيبل. نهاركم زين وتحياتي اي اف ام. انتم تسمعوا في بتوقيت غرينيتش مع خالد العبيدي على اي اف ام احلى راديو.